الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجل اعمال. معنا اليوم الاستاذ عبد الله وزميله الاستاذ حسن من سولمي ريستورانت اند كافيه. اهلا شباب. اهلين وسهلا. بدايه اهلا وسهلا فيكم بالبرنامج معنا، وبدايه ما تعرفونا المزيد عنكم وعن بداياتكم مع سولمي. إذا أنا اسمي حسين زيبا، أنا الشيف حسين، جاي من فلسطين، من بلدي عكا، مواليد 88، عمري 35 سنة، صار لي 15 سنة من مجال المطابخ، مريت بكتير مطابخ، فرنسي، إيطالي، عربي، فيتنامي شوي، تايلاندي، صيني، ياباني. جيت لدبي عشان أقدم مطبخي الفلسطيني اللي بيضم لبنان، سوريا، الأردن، شوية مصر، بلادنا فلسطين طبعاً، مع النكهات والبهارات تبعت فلسطين. معك أخوك عبدالله البلوشي، من مواطن دولة الإمارات، من مواليد 1993، صار لي في هالمجال تقريباً 5 أشهر في تأسيس هذا المطعم، لكن أنا كنت زبون سابق في هذا المطعم ما يقارب 8 سنوات. بدايه ممكن تعرفونا المزيد عن الاطباق والوجبات اللي بتقدموها، وكيف تميز المطعم باطباقه ووجباته عن بقيه المطاعم؟ اذا المطبخ الفلسطيني هو مطبخ كثير كبير، ومطبخ التركي يعني اللي كان حاكمين ببلادنا، عشان هيك اخذنا كثير شغلات من عندهم، مثلا الكباب، الشاورما. الشاورما نعملها احنا شوي غير عن باقي الشاورما اللي بيعملوها بدبي، التتبيلة تبعتها غير، بتيجي شوي أنواع اللحمة المختلفة اللي بستعملها، اللي هي 4 أنواع لحمة بتعطيها مهكها وطعم كتير تاني، وبعزم الكل يجي يجربها ويشوف كلامي كيف صح وكيف مظبوط. الكباب عندنا شوي غير، في عندنا كباب بالجبن، تشيز كباب طبعا، وفي عندنا الكباب اللي هو الفلسطيني التركي السلاش اللي بدمج كتير شغلات فيه، كمان 3 أنواع لحمة فيه، فليفلي، بقدونس، الفستق، الحلبي. باقي الوجبات اغلبها هي شغلات مش موجوده شفتها هنا، ابتكرتها طبعا من المطبخ تبعنا، اخذت شوي من مميزات وجربت اقربها للطعم تاع دبي، طعم المطبخ تبعنا. كثير في ريفيو حلوه على الاكل، الدجاج، تتبيله الدجاج، الاكل اللي هو قريب للبيت، كشيف بيجي عبلد تاني، عبلد غريب شوي عليه، أول مرة باجي على دبي، بيشتاق لطعمات البيت، وبهذا المطعم الحمد لله يعني قدرت أوصل هاي الشغلات، يعني عم باكل أكل هنا كيف ما عم باكل ببلادي، وحابب الكل ينضم يدوق الأكل ببلادنا. من خلال النجاح اللي حققتوه والسمعة الرائعة اللي كسبتوها، شو خططكم المستقبلية وشو رؤيتكم المستقبلية للمطعم؟ صحيح، نحن دائما نحب نتوسع في المطاعم ان شاء الله باذن الله، توفيق من رب العالمين، ونتامل يعني ان نكون من احد اكبر مطاعم في دبي ان شاء الله. نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، ونتمنى توصل مطعمكم ونشوف البراند تبعكم بكامل الامارات باذن الله. استاذ عبد الله، كرائد اعمال وكمواطن في دوله الامارات، شو بتنصح اي حد عنده طموح ياسس عمله الخاص داخل الدوله؟ شوف، دبي او الامارات بشكل عام مسهلت لنا كل شيء، كسهوله في الشخص اللي جاي او الشخص اللي موجود، متوفر سبل النجاح في كل مكان بفضل الشيوخ طبعا، وسهوله التعامل غير الدول الثانيه يعني في موضوع الرخص ولا في المواضيع الثانيه، فالحمد لله، والامن والامان في هذه الدوله بفضل الله، يعني ما والله يسر للدول الثانية، بس الحمد لله في دبي والإمارات تختلف كلياً عن باقي الدول. بالنهاية بنحب تخبرونا وتخبروا جميع المشاهدين كيف نقدر نوصل ونتواصل مع سولمي ريستورانت آند كافيه. طبعاً في عنا الموقع الإلكتروني تبعنا www.solmiae.com، هاد بتقدر تعملوا ريزرفيشن للطاولات، بتقدر تعملوا طلبات للبيت عن طريق شركة طلبات طبعاً، وبتقدروا تشوفوا المنيو كمان تبعنا. كل الارقام التليفونات موجوده غاد، ونحب نشوفكم عندنا بالمطعم. اللوكيشن هو في الصف 2 بعد مركز مناره مقابل شارع شيخ زايد، فنديجو تاور، وموجود في جوجل مابس على مطعم سولمي.
شكرا جزيلا شباب، بتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، ونشكر جميع طاقم العمل في سولمي، بتمنى لكم التوفيق الدائم يا رب. وياكم يا رب. اهلا وسهلا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.